هذا وتعد إمارة الشارقة واحدة من المناطق التي تتمتع بطبيعة مميزة في دولة الإمارات، وطالها في الأعوام الماضية العديد من ملامح التطوير التي جعلت منها وجهة جذب سياحية، واليوم هي قاب قوسين أو أدنى من تدشين وجهة سياحية جديدة. والحديث عن شاطئ خورفكان في الفقرة التالية يطلعنا الزميل أحمد الجسمي على تفاصيل المشروع. إليك أحمد. أهلا بكم. شاطئ عروس الساحل الشرقي ذو الشكل الهلالي والرمال الذهبية الناعمة الممتدة بطول 3 كيلومترات هو اليوم على موعد مع أحدث لمسات هيئة الشارقة للاستثمار والتطوير شروق، والمتمثلة في اقتراب افتتاح المرحلة الأولى من أعمال وتطوير شاطئ خورفكان الذي يعد واحداً من أضخم المشاريع التطويرية في مدينة خورفكان، ليضيف بهذا المشروع خدمات راقية لزوار وقاطني المدينة ويعزز من مكانة خورفكان السياحية. يبعد شاطئ خورفكان من إمارة الفجيرة 20 دقيقة فقط، ومن إمارة الشارقة 45 دقيقة عبر نفق السدرة، أحد الأنفاق الخدمية التي سبق وأن تم افتتاحه مؤخراً، وهو الأمر الذي أضاف لمدينة خورفكان مستويات خدمية عالية الجودة. ويشمل المشروع إنشاء ممشى مطاطي لممارسة الرياضة يطلان على الشاطئ بجانب ساحة للتزلج وصالات رياضية متنوعة، بالإضافة إلى منطقة ألعاب مخصصة للأطفال تمتاز بأعلى معايير السلامة العالمية. وكذلك تم ضم سلسلة من المطاعم والفنادق بما يلبي احتياجات المقيمين والزوار، ليعيد بهذا مشروع تطوير شاطئ خورفكان إلى الأذهان وعد صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة لأهالي خورفكان. أقول لأهل خورفكان لبيك خورفكان لبيك خورفكان. نعود الآن لمتابعة نشرة أخبار الدار.